المدينة مارس 2013. عناصر الدفاع المدني في مدينة حليتان تقومون بتنظيم المرور في أحياء المدينة. 12/12/2013. عناصر الدفاع المدني في مدينة حليتان يقومون بتنظيم المرور في أحياء المدينة. 12 الدفاع المدني في مدينة حليتان يقومون بتنظيم المرور. 12/12/2013. عناصر الدفاع المدني في مدينة حليتان يقومون بتنظيم المرور في أحياء المدينة. 12/12/2013.